أستاذ وحيد سيف، يعني واضح إن المسرح كان كل حياتك. أعمالك السينمائية كانت أقل كتير من أعمالك المسرحية. ما اهتمتش أنت بالسينما ولا المسرح خد كل وقتك؟ لا، أنا اهتميت بالسينما، والسينما عطتني برضو، عطتك عطتني، السينما. بس أنا المسرح ده أصله أنا من الناس، على فكرة يمكن سيادتك عارفة، مقل، يعني ما تلاقيش مسلسلات كتير في التلفزيون مسلسلات. لك برضو مسلسلات ليا في مسلسلات التلفزيون. بس مقل، يعني ما تلاقينيش في كل شوية. المسرح عاوز راحة برضو. كان خلي بالك من زو ده أول ده أفلام، أول فيلمي. أول فيلم، خلي بالك من زوجي، يعني كان هو برضو دور صغير دور لكنه صغير شبابي، عالمي برضه، عمل علامة، عمل مفيش علامة. شك. أي جميل، حسن إمام أي سقف لي أي في الاستوديو، سقف لي وقعد يصوت، أصل هو ليه طريقة، حسن إمام يا عيني على الأستاذ والأستاذية، أنا اللي جايبك، أوعى تنكرني بعد كده، أنت هتبقى حكاية، أي بس تنكرني أنكرك، حاجات كده. أي فكان دور صغير، إنما والحمد لله الدور ده هو 5 دقايق أي او 7 دقايق، وبعدين لازم تاخديهم في نفس واحد، لان واحد داخل يشتري واحده او ياخدها او ياخد ساعه حس من امها بشكل معين باونطه، راجل متعارض حفلات. أي ف يعني كوني ادخل، كنت مرعوب وفي نفس الوقت ده عاوز كان اضحك. أول مرة تواجه الكاميرا. اثبت وجودي، ومع مخرج كبير اسمه حسن امام، بسمع عنه وانا طفل، وبعدها واقفه في الكادر ضحكه روكا وسعاد حسني وحكايات، ونبيله السيد الله يرحمها هي اللي بتاخدني وهي اللي بتدخلني وبتاع. فمشهد مشهد قوي، والميزانسين بتاعه جران جران ميزانسين، والديكور جران ديكور، يعني بدخل في مساحه وادخل من على الباب اطلع المساحه دي كلها لغايه ما اروح عندهم واقول لهم، وده كله وانت لسه في بدايتك. والمخرج معروف عنه انه قاسي وساركازمر، راجل ساركازمنج خالص كل حياته، يعني سخريه، يعني يقول لك امشي مع السلامه حسن امام، يابا ده انا تعبت منك، ده انت شفتك امبارح كنت كويس، امال زي الزفت دلوقتي ليه؟ ممكن يقول لي كده، كان عنده الحكايه دي. انا اتغشيت فيك، اتفضل يا استاذ بره، كل ده في نافوخي وانا داخل المشهد. وهو كان سماني اسم، قال ده الراجل ده سموه الريتمير، ليه؟ الريتم بتاعه ريتمي، انا بدخل على المسرح ماليش دعوه، يعني اللي قدامي ياكلوا الاسد اذا تباطا، يعني انا باخد ودي. فاديني معايا حياه، قوه، نشوه على المسرح، حب. فهو شافني في الحكايه دي، فعارف ان شرابي ده راجل هيدخل عاوز ياخد البنت دي، فانا قايل الدور ده. فدخلت، وحياتك يا مدام، انا دخلت من اول شوت، من اول اكشن أي عملت دور. الراجل صوت وصرخ وعمل لي حكايات، وادمعت وبقيت تعبان نفسيا جدا من الفرح، وايه ده، واعطاني فلوسي ومشيت. ده شرابي، وكيل الفنانين بتاع كله.